أصيب أندريا فاسيليفيتش كوفرين الحاصل على الماجستير في الفلسفة بالإرهاق وانهارت أعصابه، ولكنه لم يتعالج، بل تحدث ذات مرة بصورة عابرة مع طبيب من أصدقائه وهما يحتسيان الخمر، فنصحه بقضاء الربيع والصيف في الريف. وبالمناسبة فقد تلقى رسالة طويلة من تاني، رسالة طلبت منه فيها أن يأتي إلى ضيافتهم في بستانهم، فقرر بالفعل أنه بحاجة إلى السفر، وذهب إلى وصيه ومربيه السابق ياغور بيوتيسكي، خبير البساتين المعروف في روسيا كلها، وابنته تانيا. دكتوراه كل شيء
يحيل الإنسان إلى شيء هو شيء غير إنساني. أندريا، شكرا على مجيئك إلى هنا. معارفنا هنا ليس ممتعين، وحتى هؤلاء قليلون. ليس لدينا هنا شيء سوى البستان. اشتام، نصف اشتام، بطلقيح، التطعيم. حياتنا كلها ابتلعها البستان. تصور يا أندريا، تصور أنني لا أحلم أبدا بشيء سوى بأشجار التفاح والكمثرى. ولكنني أذكر جيدا عندما كنت تأتي إلينا هنا في الأجازات، كان جو المنزل يصبح أكثر إشراقا وإنتعاشا. كنت أنا طفلة وقتها، ولكني مع ذلك كنت أكثر. هل كل شيء على ما يرام؟ نعم يا أبي، لقد حان الوقت لأنام. طابت ليلتكم. أندريا فاسيليفيتش كوفرين، كم أنا مسرور بمجيئك. إن روسيا كلها لا تتحدث إلا عن أعمالك وإبداعاتك في علم الفلسفة. أشكرك. أنت تعرف أني فقدت أبي وأمي وأنا صغير، ولولا أنت وتانيا لما عرفت في حياتي معنى المؤلف الصادق. انظر يا أندريا إلى البستان، كم هو جميل. لقد قضيت طوال عمري أعمل. يبدو أنك مهتم أكثر بالفلسفة. بلى، أقرأ محاضرات في علم النفس، ولكني أشتغل عموما بالفلسفة. ألا أكمل؟ بالعكس، لا أحيا إلا على ذلك. يدك يا أندريا، وما هي آخر أعمالك؟ إني أعد الآن العمل رسالة الدكتوراه. أتمنى أن تقدم تلك الرسالة إسهاما كبيرا، ليس في الفلسفة فقط، وإنما إسهاما للبشرية كلها. وربما أستغل وجودي في هذا الهدوء للعمل عليها. أنا مسرور جدا بمجيئك. مسرور؟ من هذا الذي ربط الحصان إلى شجرة الدفاع؟ يا إلهي، أفسدوا البستان، دنسوه، لوثوه، ضاع البستان يا أندريا. هلك البستان. ماذا أفعل لهؤلاء الملاحين؟ إيفان ربط الحصان إلى شجرة الدفاع، لف عليها اللجام بشدة وروض في كل مكان. أقول له وهو لا يفهم شيئا، قليل عليه الشر. وفقك الله، أنا مسرور جدا بمجيئك، سعيد سعادة لا توصف. شكرا لك. ظل في الريف يواصل حياته. كان يعمل على رسالة الدكتوراه، وكان يقرأ ويكتب كثيرا، ويتعلم اللغة الإيطالية. وكانت آنسات من جارات تانيا يزورن آلا بيوتسكي كثيرا. كان أندريا يتحدث كثيرا ويحتسي النبيذة ويدخن السيجار. وأحيانا كان يأتي شاب جارهم يرقص جيدا. ومن ذلك السراب تكون سراب آخر، ومن الآخر تكون آخر. شوهد طارة في أفريقيا، طارة في الهند، وطارة في أسبانيا، وربما يرونها الآن في مكان ما على المريخ. ولكن أهم من الأمر الشيء المحوري في الدكتور، وهو أنه بعد 1000 عام بالضبط سيعود السراب ثانية. وحسب مبدأ الأسطورة، فعلينا أن نتوقع ظهور الرائد الأسود بين يوم وليلة. يا له من سراب غريب. نعم، غريب غريب. وإليك الأمر، أنا لا أعرف كيف قدرت هذه الأسطورة. هل قرأتوها؟ هل سمعتوها؟
ربما رأيت الرهن الأسود في المنام. أقسم أنني لا أذكر، ولكن الأسطورة تشغل بالي أنني طابت ليلتك يا سيد أندريا. هتسخر مني؟ إيه اللي هذا المستلى لها يا حبيبي؟ سامع حسن عمله النهارده؟ الإنسانية. الإنسانية إحسانا وعفوا. لا لا لا. ليست الإنسانية إحساناً أو عفواً أو تحملاً، وإن كان هذا كله نتاجاً ضرورياً لها، ولكن الإنسانية بالدرجة الأولى هي توكيد حرية الإنسان، أي توكيد لقيمته باعتباره إنسان. نعم، للغرباء ويذهب كل شيء من الشيطان. يوجد هنا غندور يا سلطان، أعرف أن تانيا لن تتزوجها، ومع ذلك لا أطيق رؤيتها. أنا فعلا غريب الأطوار، أعترف بذلك. أنني أحبك بحرارة، سوف أكون صريحا معك.
أنت الشخص الوحيد الذي لا أخشى أن أزوجه ابنتي. لو نشأت بينك وبين تاني علاقة سأكون مسرورا جدا، ومتأكد أنك لن تسمح لعملي المحبوب أن يهلك. أقول لك يا عبد الرزاق دون تكلم، طابت ليلتك. لو ولد لك ولد من تاني لجعلت منه خبير بساتين. وعموما فما هي الا احلام فارغه. احلام حول المحصول الانتقالي. عندما ترى البساتين يجيني أشعر بالراحة ولا أسبب أذى لأحد. إذا ليس في تغييراتي شيء سيء. مرة قلت لك يا تانية لا تتدخلي في عملي. الآن أصبحت أتدخل في عملك؟ إذا ما تطلب مني شيء ثانية يا أبي. تانية دعني أرجوك. ماذا هناك يا تانية؟ الأمر جاد هكذا. لا يفعلون شيء سيء. صدق. هذا فقط ما قلت. فصرخ في لماذا يا أندري؟ لماذا؟ كفى كفى يا تانية. تشاجرتم وبكيت. لا يصح الزعل طويلا خاصة إنه يحبك بلا حدود. إنه أفسد حياتي يا أندري. أنا لا أسمع منه أبدا سوى الإساءات سوى الإهانات. إنه يعتبرني مجرد زائدة في بيته. طيب يا تانية لا داعي للبكاء. تانية كلاكما عصبي وكلاكما سريع الغضب، هيا أصالحكم. تانية هل قمت برأي أشجار البرقوق؟ ليس بعد يا أبي. ليس بعد؟ تانية ما ذنب البرقوق؟ هيا نذهب سويا. هيا يا أبي. الحجة التي يستخدمها الناس ضد الحرية يتذكرون بعكسنا، إننا لا نستطيع أن نغير موقفنا على حسب هوانا. ولست حرا في الإفلات من مصير الطبقة التي أنتمي إليها ومصير أمتي وأسرتي. الأولد مريضا عاملا مسلولا، والإنسان يبدو أنه مصنوع بواسطة المناخ والطبقة واللغة والعنصر والأرض والجماعة التي هو عضو فيها والأحداث الكبيرة والصغيرة التي تحدث في حياته. ولكن هذه الحجة لن تزعج أبدا أنصار الحرية. فدي كارتقال أن الإرادة الحرة لا نهاية لها. Thank you.
لا تتحرك، هذا لا يتفق مع الأسطورة. فكر كما تشاء، أنا موجود في خيالك، وخيالك جزء من الطبيعة، إذا أنا موجود في الطبيعة. وجهك عجوز مزاجي ومعبر إلى أقصى حد، كأنك عشت بالفعل أكثر من 1000 عام. أنا لم أكن أعرف أن خيالي قادر على خلق هذه الخوارق، لكن لماذا تنظر إلي بهذا الإعجاب؟ هل أروق لك؟ نعم، أنت واحد من أولئك القلائل الذين يدعون بأبناء الله المختارين. أنت تمثل الحقيقة الخالدة، أفكارك، نواياك، علمك المدهش، حياتك كلها تحمل بصمات إلهية سماوية، لأنها مكرسة لما هو حكيم وجميل، أي؟ ما هو خالد. تقول الحقيقة الخالدة، هل يمكن للناس بلوغ الحقيقة الخالدة؟ وهل هم بحاجة إليها؟ إذ لا توجد حياة خالدة. بل هناك حياة خالدة. تؤمن بخلود البشر؟ طبعا، إن مستقبلا باهرا ينتظركم أنتم البشر. كلما كثر أمثالك على الأرض تحقق هذا المستقبل أسرع. فلولاكم أنتم الذين تخدمون الغاية الأسماء تعيشون حياتكم بوعي وحرية، لكانت البشرية تافهة لو تطورت وفق النظام المألوف لظلت طويلا تنتظر نهاية تاريخها الأرضي. أما أنتم فسوف تدخلونها ملكوت الحقيقة الخالدة قبل الأوان ببضع سنين. تلك هي الخدمة الجليلة التي ستقدمونها. أنتم تمثلون البركة الإلهية التي لم يحمل بها البشر. وما هي غاية الحياة الأبدية؟ كغاية كل حياة، المتعة. المتعة الحقيقية في المعرفة، والحياة الخالدة تقدم منادى عديدة لا تنفذ للمعرفة. لو تعرف كم أستمتع بسماعك، لكني أعلم حينما تمضي سوف يركني السؤال عن طبيعتك. أنت شبح تهيؤات. إذا أنا مريض نفسيا، أنا مجنون. حتى لو كان كذلك، في من خجل؟ أنت مريض لأنك عملت فوق طاقتك، أجهدت نفسك. هذا يعني أنك ضحيت في سبيل الفكرة، وقريبا جدا يحل الوقت الذي تهبها فيه حياتك أيضا. فهل هناك ما هو أفضل من ذلك؟ ما هذا هو عادة ما تسعى إليه الشخصيات الموهوبة النبيلة. وإذا كنت أعرف أني مريضا نفسيا، فكيف أستطيع أن أثق في نفسي؟ ما أدرك أن العباقرة الذين يثق بهم العالم أجمع لم يردهم أيضا أشباح. يا عزيزي، الأصحاء والطبيعيون هم فقط الأشخاص العاديون أفراد القطيع. ولكن الرومان قالوا العقل السليم في الجسم السليم. ليس كل ما قاله الرومان حقيقة، فالمساج العالي والاستثارة والنشوة، أي ما يميز الأبرياء والشعراء وشهداء الفكرة عن الناس العاديين، يتنافر تماما مع الجانب الحيواني فيه، صحتهم البدنية. أكمل، إذا أردت أن تكون صحيحا وطبيعيا فاذهب إلى القطيع. غريب أنك تكرر كثيرا ما يطوف بذهني، كأنك تلصصت علي أو تنصت للأفكار المكنونة. لكن ما الذي تعنيه بالحقيقة؟ أيها الرب، ما الذي تعنيه بالحقيقة؟ لسبب ما بأن أندريا سوف يتزوج منها، كانت تشعر بالذهول والدهشة
ولم تصدق نفسها. أما أندريه فكان بعد كل لقاء مع تانيا يصبح سعيدا معجبا. كان ما قاله الراهب الأسود عن أبناء الرب المختارين عن الحقيقة الخالدة يضفي على عمله أهمية خاصة ويملأ روحه بالاعتزاز. كانت أمه امرأة مدهشة في غاية النبل والذكاء، كان من الممتع أن تنظر إلى وجهها الطيب كوجه ملك. مسكين عليها الرحمة، ماتت بالسم. مهر الشياطين أفسدوا البستان، دنسوه. وكان يلتقي بالراهب الأسود مرة أو مرتين أسبوعين فيتحدث معه طويلا، وقد أصبح على ثقة تامة بأن مثل هذه الرؤى لا تراود إلا المختارين البارزين الذين وهبوا حياتهم للفكرة. وذات مرة جاء الراهب أثناء تناولهم للشاي وفرح أندريه وأدار حديثا مع تانيا ويكور بمهارة كبيرة، وأصغوا إليه دون أن يفتن إلى أن أندريه لا يتحدث إليهما بل إلى تهيؤاته. الشياطين أفسدوا البستان. عندما كان صغيرا يتربى كان له نفس ذلك الوجه الملائكي، حركاته نظراته كلها رشيقة مثلما لدى أمه. كان دائما يبهرنا بذكائه، يكفي أنه أصبح ماجستير ليس صدق. انتظر يا إيفان وسترى كيف سيصبح بعد 10 سنوات. لن تبلغه يدك. تزوج أندريا من تانيا وعاشوا أياما هادئة. وذات ليلة طويلة من ليالي الشتاء كان أندريا يقرأ رواية فرنسية، وكانت تانيا نائمة منذ وقت طويل. مرحبا، فيما تفكر؟ في الشهرة، في الرواية الفرنسية التي كنت أقرأها لدوي. يصور المؤلف عالما شابا لديه حنين إلى الشهرة. هذا الحنين أنا لا أفهمه. لأنك ذكي، أتتنظر إلى الشهرة كدمية لا تثير اهتمامك. نعم هذا صحيح، ولا ترك لك. فما هو المغري أو المفيد أو ذو العبرة في أن ينقشوا اسمك على القبر ثم يمحو الزمن هذه الكتابة؟ لك أكبر من أن تحتفظ الذاكرة البشرية باسمك. مفهوم مفهوم. ثم ما الداعي لتذكره؟ فنتحدث عن شيء آخر. السعادة، ما هي السعادة؟ لقد بدأت أطلب نوعا ما من سعادتي، إذ إني لا أشعر بشيء من الصباح حتى المساء إلا بالفرحة فقط، وهي هي تملأ كل كياني وتطغى على المشاعر الأخرى. أنا لا أعرف ما الحزن أو الأسف أو الملل. ها أنا ذا لا أنام وينتابني الأرض، ومع ذلك لا أشعر بالملل. أقول لك بجدية لقد بدأت أندهش. لماذا؟ هل الفرحة شعور خارق؟ أليس من المفترض أن تكون هي الحالة الطبيعية التي يعيشها الإنسان؟ وكلما ازداد في تطوره الفكري والخلقي وكلما كان أكثر تحررا أصبحت الحياة تجلب لها المزيد من السعادة، فلتفرح إذن ولتكن سعيدا. ومع ذلك لو حرمت من الرفاهية واضطررت إلى حياتي البرد والجوع لا أظن أن ذلك يرقني. مع من تتحدث يا أندريه؟ مع من؟
معه، ها هو جالس. لا يوجد أحد هنا. ها هو جالس. لا يوجد أحد هنا يا أندريا. هل تذكرين الأسطورة؟ أنا لا أذكر شيء. إنها ليست أسطورة، إنها حقيقة. أندريا إنها الحقيقة، وها هو جالس. ها هو جالس. أندريا أنت مريض. لست مريضا، ها هو جالس. يبدو أنني جنن. لهم يتأملون عليك يا أندريا. هذا البستان لا يريدك أن تكون أفضل منه. لا يريدك أن تواصل عملك وإبداعك. لماذا؟ لأنه وصلت يريد أن يربطك هنا بجواره في البستان وتفرغ هو لكتابة مقالاته الدفيعة. لهم يتأملون عليك لكي تحافظ لهم على هذا البستان الذي لا يساوي شيء بالنسبة لك. ولكن تانيا تحبني. ما الذي يجعلك تتعلق بهذه المرأة؟ لا لا تفهم شيء، عقلها لا تفهم مستوى عقلك وتفكيرك. لكل العباقرة وشهداء الفكرة تخلوا عن أفكارهم وإبداعتهم من أجل امرأة وكانت تنتهك البشرية وتتملكها. ولكني لن أتخلى عن البشرية. إذا قاومي يا أندريا. مع من تتحدث يا أندريا؟ هل ترى أحدا؟ إذا قاوم. ماذا أفعل؟ اترك تلك المرأة وأبوها للمسلمين. تفرغ أنت لعملك وإبداعك. رسالة الدكتوراه التي ستخدم البشرية كلها. ماذا تفعلون لي؟ تانيا! 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 لا تقوموا بالمسلمين! يرى الراهب الأسود. أخذ يشرب اللبن ويعمل ساعتين فقط في اليوم وامتنع عن شرب الخمر. لقد حان الوقت لتشرب اللبن. لا لم يحن. اشربيه أنت، أنا لبن. أندريا أنت نفسك تلاحظ أن اللبن مفيد لك. نعم مفيد جدا. منذ يوم الجمعة ازداد وزني رطلا آخر. أهنيك. إن تقليص الإنسان إلى إن تقليص الإنسان إلى إن لماذا عرفتموني؟ محاليل البروم والبطالة والحمامات الدافئة والرطابة والخوف من كل رشفة ومن كل خطوة، لماذا؟
البلد. نعم دونين كنت مريضا ولكني كنت مرحا وسعيدا، كنت طريفا واصيلا. الآن أصبحت أعقل وأرسل، ولكني صرت مثل الجميع. أنا عادي عادي، ما يمكن أن أحيا هكذا. كم قصوتم علي؟ نعم كنت أرى التحيرات، لكن من الذي يزعج ذلك؟ إني أسأل من الذي كان يزعج ذلك؟ حتى سماع هذا ممل. إذا لا تسمع، لا تسمع. كان أسعد محمداً وبوذاً وشكسبير بأن أقاربهم الطيبون والأطباء لم يعالجون من النشوة والوحي. لا يا أندري أرجوك لا تفعل. أرجوك لا تفعل. انتهي. لو كان محمد يتناول البروم ويشرب اللبن ويعمل ساعتين فقط في اليوم لما تبقى بعد هذا الإنسان الرائع. سيتمكن الأطباء والأقارب الطيبون في نهاية الأمر من جعل البشرية تتبدل. سوف تعتبر العادية عبقرية. كم أنا ممتن لكم. لا أستطيع ولا أريد. لماذا؟ أخبرني لماذا؟ لا تغرروا كلين. ثانيا دعينا لا نتحدث عنه، إنه أباك. هناك شيء يجري في منزلنا هذا أنا لا يمكنني إدراكه. إن تقليص الإنسان. أنت تغيرت يا أندريا. لا إن تقليص الإنسان. أنت الشخص أصبحت تصور لأكثر الأشياء وتتبادل المشاحنات إلى مجرد تثيرك أشياء في غاية التفاهة. تقليص الإنسان. عائلتي البشوشة في وقت ما كانوا يثيرون اعجابي، اما الان فيثيرون نفوري. ما هذا العذاب؟ انا من الشتاء لم اصد دقيقة راحة واحدة ما افزع هذا. طبعا انا هيرودوس وانت واباك سيبانا مصر. الم يخبرك ابيك بالدور المشين الذي لعبه في قصة زواجنا؟ لقد رقاني أنا أتزوج منك. كم أشفق عليك يا أندريا. أنت مريض. مريض. نعم. الآن أنا مريض. إن تقليص الإنسان إلى مجرد إن تقليص الإنسان
كرسي الأستاذ وتحدد موعد محاضرته الأولى، ولكنه في اليوم المحدد اعتذر عن عدم استطاعته لإلقاء المحاضرة لولده. وفي يناير ألغيت المحاضرة لنفس السبب، ولم يكن هذا المرض يسبب له خوفا كبيرا، لأنه كان يعرف أن المرحومة أمه عاشت بنفس المرض السم. لم يعد يعيش مع تانيا بل مع امرأة أخرى خادمة كانت تعتني به كما يعتنى بطفل. لكي أبلغ منزلة العالم المتوسط كان علي أن أدرس 15 عاما ليلا نهارا. أصاب بمرض نفسي أخوض تجربة زواج كاشلة، أرتكب الكثير من الحماقات والمظالم التي لا يسعد لي أن أذكرها. وفي النهاية أصبحت أدرك أنني شخص عادي. اقتنعت بذلك عن طيب خاطر، لأن كل إنسان ينبغي أن يرضى بما هو عليه. هل تدرك معنى؟ مات أبي لتوه وأنا مدينة لك بذلك، لأنك أنت الذي قتلته، وبستاننا يهلك وأصبح الغرباء يجيرونه. أيحدث بالضبط ما كان يخشاه أبي؟ وأنا مدينة بذلك لك أيضا. إنني أكرهك، أكرهك من صميم قلبي، وأتمنى أن تهلك في أقرب وقت. لقد ظننتك إنسانا عبقريا وأحببتك، ولكن ظهر أنك مجنون وأنك
مفهومة. أندريا كوبرين فاسيليفيتش، لماذا لم تصدقني؟ لو كنت صدقت ما قلته لك آنذاك بأنك عبقري لما قضيت هذين العامين بهذا الحزن. هل أنا من المختارين؟ نعم. هل أنا من أولئك الذين سيجعلون البشرية جديرة بملكوت الله؟ أولئك الذين سيحون الناس من عدة آلاف سنين يطعن لها من العذاب والذنوب والمظالم. نعم. ولكنني أموت. أنت لا تموت، جسدك البشري الضعيف فقد توازنه، لم يعد قادرا أن يكون غلافا يحفظ العبقرية. في سبيل الذكرى من أجل خير الجميع. تانيا أنا من أبناء الله المختارين. هل أنت مستعد أن تموت في سبيل خير الجميع؟ كانت جد رائعة.